اهلا بحضراتكم. اجازه العيد خلاص بقى بتخلص والناس كده نبدا كده نعود الى الاعمال باذن الله مع بدايه الاسبوع الجديد ان شاء الله. الناس تبدا بحماس جديد. دكتور محمد معيط وزير الماليه اصدر الحقيقه قرار بتعديل قيمه الحد الادنى للاجور لاجمالي الاجر للموظفين والعاملين بالدوله، حيث تم تطبيق الحد الادنى لاجور العاملين بالدوله بدءا من اول ابريل الجاري لهذا القرار، كمان في إطار حزمة تحسين الأجور التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وصدرت القوانين المنظمة لها مؤخرا. طبعا ده شيء أعتقد هيهم ناس كتير جدا، وتعالوا نعرف كده مزيد من التفاصيل. ناخد دكتورة نيفين منصور مستشار وزير المالية للسياسات المالية. مساء الخير دكتورة نيفين. أهلا سنوش. يعني قولي لنا الخبر اللي هو يعني القواعد هتبدا من 3500، قولي لنا القواعد تطبيق الحد الادنى للعاملين بالدوله هتكون ازاي؟ اتفضلي. طبعا زي ما حضرتك قلتي القرارات دي كلها جاءت بناء على توجيهات طبعا من السيد الرئيس، واحنا بنحاول ان احنا نقلل من حته تأثير التضخم على المواطنين وعلى الموظفين. وطبعا الحالة الاقتصادية يعني مع الأسف فيها تحديات كتير، وده مش في مصر بس، ده عالميا كمان، ومن ضمنها طبعا مصر والدول الناشئة. فزي ما حضرتك تفضلتي وقلتي يعني في يعني كاتيجوريز أو حزم معينة ان احنا هنبدأ فيها من ابريل الحالي ان شاء الله. ان شاء الله. طب رقم 3500 ده الحد الادنى اللي هيبدأ بيه؟ ده هيكون الحد الادنى؟ المفروض ان شاء الله. خلاص، عموما احنا نتمنى ان شاء الله يكون ده شيء باذن الله يكون في عون كبير جدا خصوصا للاجور وللموظفين اللي لسه بيبداوا، خصوصا اصحاب الاجور الحد الادنى. بشكرك جدا دكتوره نيفين منصور مستشار وزير الماليه للسياسات الماليه، بشكرك شكرا جزيلا.